فين؟ فين وديع؟ سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمسبح. عشان كده يا أحبة لابد أن نصف كل الثقة أننا مع إله عادل، إله محب. لكن خلوني أكلمكم كلمتين للناس الموجوعين وأنا أيضا معكم موجوع. سأتحدث إلى عواطفكم ومشاعركم، حدثتكم عن العدل والقضاء والقانون، لكن لابد أن نعرف ما تسمى مسيحيتنا. ما هي مسيحيتنا؟ نحن الذين نعلم المسكون الغفران، نحن نستطيع أن نغفر لظالمين. دم هابيل سرق من الأرض للانتقام، قال له اسقط دم أخيك صارخ إلي. لكن يا أحبة في رسالة العبرانيين يقول أتيتم إلى دم رش يتكلم أفضل من هذه. ما هي مكانة المسيحية الآن؟ مسيحية الغفران، نستطيع أن نغفر لأننا عندنا الطاقة دي. يا أحبة المسيحية تتميز بهذا الغفران العظيم الذي لا يوجد له مثيل. سأقص عليكم قصة لتفهموا المعنى. أتحدث إلى الموجوعين. كاهن في بلد ما وعنده ابن كان يريد هذا الأب أن يصير مثله ويخدم الله الحي. جاء اثنين إرهابيين وقتلوا ابنه قدام عينيه.